على وكالات الأسفار يتوافد عدد كبير من المسافرين المغاربة الراغبين في السفر داخل أو خارج البلاد، فهنا يتوفر نظام إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، نظام يوفر الوقت والجهد على المسافرين. كي يلتجئوا الإنترنت والمواقع إنترنت باش يقلبوا على الأسفار اللي معروضة، وفي عود اللي يمشيوا مباشرة الفنادق ويقلبوا على شكون اللي عنده الإمكانية وشكون اللي غادي يلقاو عنده الإمكانية. كاين دابا في المواقع بحال ديالنا كيلقاو عروض مهيئة مسبقا اللي كتلبي الرغبات ديالهم. الأثمنة المشجعة وتنوع الوجهات السياحية إلى جانب مجموعة من التسهيلات دوافع أخرى تجعل المسافرين يلجؤون إلى هذه الوكالات للحجز وتنظيم رحلاتهم. كل عام كنسافروا فواياج اورغانيزي انا وليداتي، انا وراجلي وكنسالي وليداتي، مشينا لماليزيا سنغافور، المهم البلدان كاملين، و جو بريفير نقطع في لي زاجونس كيسهلوا علينا الماموريا، وكنمشيو والبروغرام اللي كيعطيونا هو لو ميم اللي كنجبرو، كتكون لومبيونس مع الجروب وتيكون داكشي كيدوز كلشي في امان الله وحفظه. كنظن لان سي ان بون مويان ديال باش كتزور تشوف كاع لي برومو اللي كاينين وتشوف تريزيرفي في لوطيل اللي بغيتي وهذا بلا ما تتحرك بلا ما تتمشي حتى حيت افون كان خاصك تمشي حتى البلاد ولا تعيط لوطيل وهذا، دابا لا دابا غير بافيك ان كليك تقدر تريزيرفي. وكالات الأسفار بعروضها المغرية وإجراءاتها العملية ساهمت إلى حد كبير في تشجيع السياحة الداخلية التي بدأت تفرض نفسها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.